فضيلة الشيخ وفقكم الله، من استحل الربا في العملات الورقية فهل يكون مرتدا بقوله هذا؟ ما أحد يستحل الربا إلا جاهل وإلا إنسان ما يبالي، ما أحد يستحل الربا بالنقود الورقية. أثمان، هذه الأثمان سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق، الأوراق لها حكم الذهب والفضة لأنها تأخذ عملها فهي نائبة عنها، لها حكمها، فيجري فيها الربا، يجري فيها الربا، ولا يجوز لأحد أن يرابي النقود الورقية. نعم.